للتقليل من الأخطار المحتملة من الجرعات الإشعاعية التي تعطى للمريض لتشخيص مرض معين عبر أجهزة الطب النووي، إذ تم تقليل نسبة الجرعة إلى أكثر من 60% بفضل إدخال وزارة الصحة أجهزة تشخيصية متقدمة. في بعض الأحيان توصل ل70% في المقطعية ممكن تنزلين الجرعة، بالنسبة لنا احنا وصلنا أكثر من 60% في تقليل المواد المشعة مقارنة بالدول المجاورة والدول الموجودة في العالم. في بعض الدول ما زالت تستخدم أجهزة تصوير بوزيتروني قديمة تضطر تعطي 10 وحدات، الولايات المتحدة ما زالت تعطي 10 و15 وحدة، احنا نعطي 4 أو 5، يعني رقم قليل جدا يعني. وقد يعتقد البعض أن الجرعات الإشعاعية لها مخاطر كبيرة، ولكن في واقع الأمر فهي آمنة وتعطى بمقاييس عالمية. الضرر اللي يحصل يكون عادة في قسم العلاج الإشعاعي، لما نوجه كمية عالية من الإشعاع في اتجاه معين يكون هنا يحصل ضرر في الجلد أو في الأنسجة المحيطة. نحن بالنسبة لنا جرعتنا جدا قليلة، نسميها تريسز، يعني شيء بسيط جدا، بسيط وآمن. عند إدخال المريض إلى أجهزة التصوير البوزيتروني يتبع اختصاصيو الطب النووي مجموعة من المعايير الوقائية، منها نحن نقلل المسافة بيننا وبينهم وما نطول بالوقت معاهم، وهم ساعات نستخدم أجهزة واقية بيننا وبينهم، وهم علشان إحنا ما نتعرض لإشعاع زيادة، وهم المريض يتشخص عدل، نعطي المادة المشعة نقيسها على وزن المريض. بفضل وجود أجهزة التصوير البوزيتروني المتقدمة وأجهزة جاما كاميرا الملحقة بالأشعة المقطعية، ساهمت إلى حد كبير إعطاء المريض نصف الجرعة الإشعاعية والتقليل من وقت التشخيص. وجود الأجهزة الجديدة والحديثة التي تم تنصيبها في المركز أصبح يمكننا تحديد أقل كمية للمادة المشعة بالنسبة للمريض مقارنة بالأجهزة القديمة الأخرى، إلى درجة تصل إلى نصف الجرعة المقررة في الأجهزة التقليدية، وأيضا الوقت اللازم للتصوير أيضا يكون أقل بمقدار النصف. فبوجود الأجهزة الجديدة فنحن نستطيع أن نقلل الجرعة، نقلل التايم، وبالتالي نقلل الضرر الغير مبرر. دولة الكويت تمتلك فحوصات وأجهزة للطب النووي فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.